للمزيد حول الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي جاسم الشمري. اهلا بكم استاذ جاسم الى هذه الجوله الاخباريه. بدايه، كيف تقرا الازمه المتصاعده حول تزوير الانتخابات؟ نعم، حقيقه لا شيء جديد في هذا الموضوع. سبق وان تحدثنا في مرحله ما قبل الانتخابات ان المتوقع ان الانتخابات ستذهب باتجاه التزوير، وهذا ما حصل بالفعل. لكن الجديد ربما في هذا الأمر هو تأكيد بعض الخاسرين أو غالبية الخاسرين على أن هنالك تزوير حصل في الانتخابات، على الرغم أن بعضهم قبل أيام من إعلان النتائج كان يؤكد على أن هنالك ديمقراطية وأن العملية السياسية في العراق مميزة. وبالتالي حينما خسروا هذه المقاعد بدأت هذه الأصوات تتعالى لتؤكد أن هنالك تزويرا ما حصل في الانتخابات. حقيقة التزوير أصبح مؤكد، الكثير من المتابعين في داخل وخارج العراق يؤكدون على أن التزوير قد وقع على قدم وساق في محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار وربما حتى في بعض مدن الجنوب العراقي. وبالتالي أرى أن القضية باتت واضحة للجميع أن هذه الانتخابات هي انتخابات صورية لا أكثر ولا أقل. يكثر الحديث أستاذ جاسم عن تزوير الانتخابات، لكن لا يتكلم أحد عن النسب المتدنية للمشاركة، ما السبب برأيك؟ النسب سواء كانت مرتفعة أم منخفضة، معلوم أن هذه الانتخابات مضت. نحن نتحدث عن انتخابات استطاعت الحكومة أن تمررها عبر البرلمان وعبر الكثير من الدعم الإقليمي والدولي. النقمة الشعبية العراقية أكدت أن المواطن العراقي واعي تماما لحقيقة هذه العملية السياسية، واعي أن هؤلاء لم يقدموا شيئا للعراق منذ عام 2004 وحتى اليوم، وأنا أقصد بداية العملية السياسية وليس بداية الاحتلال. لا. وعليه فالمواطن العراقي واعي تماما أن هؤلاء لا يمكن أن يأتوا بجديد، وتابع أن هي غالبية هذه الأحزاب ما زالت هي المتصدرة، هي المتسيدة، هي المسيطرة على مجمل الشارع العراقي، وعليه هي التي يمكن أن تعود. وهذا ما حصل للبرلمان، الوجوه ذات الوجوه مع وجود وجوه شاذة من ذات الأحزاب، وبالتالي لا يمكن لهؤلاء أن يخرجوا من إطار هذه الأحزاب. وبالنتيجة نحن أمام تدوير لهذه الوجوه مرة ثانية، سواء كان البرلماني هو سين أو صاد، لكنه في الحقيقة من ذات الحزب، من ذات المنظمة، من ذات الجهة. وعليه لا نتصور من هؤلاء أن يقدموا شيئا للعراقيين، وهذا ما دفع المواطن العراقي إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات. يعني مع كثرة الجدل أستاذ جاسم، برأيك إلى أين تسير أزمة الانتخابات برأيك؟ أنا أعتقد أن الانتخابات ماضية، البرلمان لا يملك صلاحية قانونية على إلغاء النتائج. الشيء الوحيد الذي يمكن للخاسرين هو الذهاب إلى المحكمة الاتحادية وتقديم الطعون التي تؤكد أن هنالك تزوير ما، وبالتالي القضية قضية قضائية قبل أن تكون قضية برلمان. البرلمان هنالك تشكيك بالجلسة التي عقدت قبل ثلاثة أيام، هنالك من يقول أن النصاب غير مكتمل، وبالتالي هنالك تناحر من بين الأطراف الفائزة والخاسرة في هذه العملية. بعض النواب من دولة القانون وغيرها ذكروا أن جلسة مجلس النواب غير قانونية لأن النصاب لم يكتمل، وعليه القضية معقدة. وأعتقد أن الانتخابات جرت ومضت، ولا يمكن لهؤلاء أن يغيروا شيئا من هذه النتائج. الأستاذ جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.